بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو رايحين نلخص تشابتر 0 من مادة الكالكولوس 1. اول اشي احنا في عندنا شغلات معينة هي اللي بتهمنا. اول موضوع بهمني كيف اوجد الدومين. طبعا الاقتران y تساوي fx هي قاعدته، قيم x الدومين وقيم y الرينج. انا شو اللي بدي اياه؟ بدي الدومين. شوفوا بالنسبه للدومين هذا ما بحتاج رسم، الدومين بنقدر نطلعه بالحساب، ما راح يطلع عن هاي الافكار اللي راح اكتبها. طبعا انا راح اكتب إشي يعني بيعتمد على الاشياء اللي راح تيجي لقدام كمان، يعني راح ادخل اللوغاريتم وراح ادخل الانفرس كمان. اول شغله نعد بالعدد، هاي رقم واحد، رقم واحد اللي هو المقام، رقم اثنين الجذر التربيعي، طبعا ممكن يكون اي جذر زوجي، يعني بجوز يجيب لي بالامتحان جذر رابع جذر سادس نفس معاملة الجذر التربيعي. هسه في عندي مشكلة ثالثة، انه يجي هذول الثنتين مع بعض، يعني يجي جذر تربيعي في المقام. رقم أربعة اللي هو اللوغاريتم، واخر واحدة رايحين ندخلها بالموضوع. طبعا هذول هاي انا ضفتها من عندي، يعني دخلت الجذر التربيعي مع المقام، هاي الثالثة. آخر واحدة اللي هي الساين انفرس والكوساين انفرس، تمام. في غيرهن؟ لا، كل اشي غيرهن بدنا نعتبره معرف، ماشي؟ هذول بس واحدة. انت لما تيجي على سؤال طلب الدومين بتطلع المقام، جذر تربيعي، لوغاريتم، ساين انفرس، كوساين انفرس، غير هيك ما بهمك، غير هيك بتفشق عنه، فاهمين علي؟ بتفشق عنه. يلا نيجي على المقام. المقام شو الحل معه؟ المقام بنعمل ار ما عدا اصفار المقام، خلص انتهت. الجذر التربيعي بناخذ ما داخله اكبر او يساوي صفر وبنحلها، هاي متباينه. جذر تربيعي بالمقام ما بصير يكون صفر، فبيكون ما داخله اكبر من صفر. هذا الورق راح انزلكم اياه، ماشي؟ هذا الورق راح انزله وراح يكون قدامك يوم الامتحان وتحل عليه عادي جدا. اللوغاريتم زي الجذر التربيعي بالمقام، ما داخله أكبر من صفر. الساين إنفرس والكوساين إنفرس هذا ما داخله لازم يكون بين سالب واحد وواحد. جرب يعني على الآلة الحاسبة، مش في احنا طبعا رايحين اليوم نستخدم الآلة الحاسبة في شغلنا، جرب على الآلة الحاسبة هون محل هذا الساين إنفرس بيجي فوق الساين، الساين إنفرس والكوساين إنفرس فوق. جرب حط أي شيء أكبر من واحد أو أقل من سالب واحد راح يعطيك إرور. فمشان هيك يعني لحتى يكون معرف لازم ما داخله يكون، تمام؟ خلينا حل أمثلة هذول الخمسة وشوفوا كيف الوضع. يعني هون هاي واحدة ثنتين ثلاث أربعة وهاي خمسة. تلاحظوا أنه اللوغاريتم وجذر التربيعي والمقام زي بعض، أما جذر التربيعي فوق بفرق أنه يساوي. طيب واحدة واحدة، خلينا السؤال شو بده يكون هون؟ أوجد الدومين، هاي إكزامبل. find domain الاف اكس، هاي رقم واحد. يجي قال لي اف الاكس يساوي ساين الاكس تكعيب زائد اي اس اكس زائد واحد
على إكس ناقص 3. طيب في ناس بس يشوف هذا السؤال برتبك بخاف بنعجق. طيب نجي على الأسئلة. أول شيء مقام، هون في عندك مقام؟ لا ما في، لا لا جو هذا ولا هذا ولا هذا. عندي مقام هون، هذا مقام. طيب جذر تربيعي، اطلعوا لي على المسألة كلها فيها جذر تربيعي؟ لا مش شايف، يعني ممكن يكون هون الجذر التربيعي، هون لا جذر تربيعي بالمقام، لا ما فيش جذر، يعني هاي جذر تربيعي ما في، لوغاريتم ما في، ساين انفرس ما في، اذا بس مشكلتي بالمقام. هذا الساين فشق عنه، هذا دائما معرف، الاكس تكعيب فشق عنه، الاي فشق عنه، صارت هون المسألة. فهذا هو الاشي اللي بدك تحطه ببالك، انه اي اشي ما نذكر هون همشه، ساين بهمنيش، هذا بهمنيش، الاي بهمنيش، شو ضل عندي؟ هون في اصفار مقام الثلاث، اذا بقول ار ما عدا اصفار المقام، يعني ار ما عدا الثلاث. بعرف بلشت بمثال قوي، بس لكن انا بدي اوضح لك انه بس هذول اللي بيهموني، بهمني مقام جذر تربيعي لوغاريتم، ومرات يعني هذا نادر ما يجي ترى، اللي هو هذول الاثنين بس. اجيت على سؤال الساين من ضمن هذول؟ لا. الاكس تكعيب من ضمنهن؟ لا لا، ما بس جذور. الاي ما لناش دخل فيها. هاي يا سؤال ثاني، هون عندي اف بالاكس يساوي جذر تربيعي للاكس زائد 3 زائد لن الأربعة ناقص إكس زائد كوساين الإي أس إكس. طيب خلينا نشوف. أول إشي الكوساين والإي بهمون إشي، لا هاي ولا هاي، خلاص هذول طنشن إزبلهن. نيجي هون، يلا في عندي مقام؟ لا. جذر تربيعي؟ هيو باجي باخذ اللي جواته اكبره ويساوي صفر، هاي اللي جواته اللي هي الاكس زائد 3 اكبر او يساوي صفر. طيب هسه جذر تربيعي بالمقام؟ لا ما في، بس هذا فوق، يعني جذر تربيعي في البسط هذا قصدي عنه. لوغاريتم؟ هيو هذا اللين لوغاريتم، شوفي جواته، هيو الأربعة ناقص اكس اكبر من صفر، قلنا مداخله اكبر من صفر. طيب ساين انفرس ترانزيت ما في، خلاص ما نحلها، ودي هاي الثلاث لغاد تصير سالب 3، ودي هاي الاكس لهون اقل من هاي سالب، جيبها لهون تصير موجب. اذا شو صارت عندي؟ من سالب 3 مغلق الى الأربعة مفتوح، هذا هو دومين الاف. لاحظ انه ما بهمك، ما بهمك الا هذول الشغلات، يعني هذا الكوساين الاي ما بيخوفنيش، الساين اكس تكعيب ايش هون بس بيهمني الساين، هذول الخمسه بس. كمل ناخذ رقم 3 اف الاكس يساوي عندي هون اي اس اكس على لين الاكس ناقص واحد. طيب نيجي هون، شو عندي بالمسألة؟ هذا الاي بهمنيش، هذا الاي بهمنيش، واللي جواته اكس ما في عندي مشكلة. طيب لا عندي لا مقام، لا في مقام، عفوا في مقام، مش اول شيء المقام، هذا اللين كله جاي بالمقام، اذا نطلع اول شيء اصفار المقام عشان نشيلها. اذا بنيجي بنقول اول شيء بنطلع اصفار المقام، شو في عندي بالمقام؟ هذا اللين كله ما هو جاي تحت، هذا لين الاكس ناقص واحد ساوي بالصفر، اللين ايش اللي بيطيره؟ الاي، الاي بتطير اللين، فبناخذ اي هون وبناخذ اي هون، تروح الاي مع اللين، بضل عندي اكس ناقص واحد تساوي اي الصفر واحد، ودي هذا الواحد لغايه اثنين، هاي اصفار المقام. طيب حلو، اذا المقام خلصنا منه. جذر تربيعي؟ ما فيش جذر تربيعي، هذول الثنتين زي بعض، يعني ليش نعجق الدنيا، هاي يعني ثنتين مع بعضها. لوغاريتم؟ هيو في لوغاريتم،
ساين انفرس كوساين. هذول شوف هذول نادرا، تركز بس على ثلاث شغلات اللي هي المقام جذر، يعني هذول خلينا نميزهم بالاخضر كمان، اللي هو المقام جذر تربيعي ولوغاريتم. هذول الثلاثة اهم شيء، بس مقام جذر تربيعي ولوغاريتم، هاي بالمقام بيني راح نعملها اكبر، راح نشيل الصفر، وهي نادرا ما تيجي. يلا هسه هون اول شيء اصفار المقام خلصنا منها اللي هي الاثنين، هاي لازم ايش نشيلها. نيجي على هذا اللين، هذا اللين او اللوغاريتم لازم ما داخله اكبر من صفر، فبناخذ اللي جواته هذا اللين، شوفي جواته اكس ناقص واحد، بعملها اكبر من صفر، ودي الواحد لغايه تصير اكس اكبر من واحد. اذا يعني خلينا نشوف على الرسمه كيف بتصير وضع. شوف اصفار المقام بدنا نشيلها، هاي الاثنين بدنا نشيلها، بدناش اياها، هاي الاثنين ما بدي اياها انا. هسه الاكس اكبر من واحد، هذا واحد هون والاكس اكبر من واحد، فشو بتصير من واحد الى انفينيتي ما عدا مين؟ ما عدا الاثنين، هاي دومين الاف. بس ركزوا، ممكن مرات يكتب لك اياها على شكل فترتين، اذا يجي يقول لك من واحد لاثنين ومن اثنين لانفينيتي، نفس الشيء، يعني لو كتبها هيك او هيك جاتين صح. تمام، اذا ايش اتفقنا على هذول الحالات؟ بس بدي ازيد امثله اكثر. ناخذ مثال رقم أربعة. المثال رقم أربعة هاي صفحة اثنين، هاي مثال رقم أربعة. F الـX يساوي ساين إنفرس X ناقص واحد. طيب نيجي هون الساين انفرس، هذول شو شغلتين؟ بتاخذ اللي جواته بين سالب واحد وواحد، فهون شوفي جواته هيها اكس ناقص واحد، هاي اللي جواته باخذها بين السالب واحد وواحد. دائما هاي الحل لهي المشكله، طبعا هي نادرا ما يجي عليها اسئله، بس اذا اجت ناخذ اللي جواته بين سالب واحد وواحد. هسه بدي ازيد واحد لكل الاطراف عشان احل عشان اخلي الاكس لحاله، فبزيد هون واحد وهون زائد واحد وهون زائد واحد. شو صفت عندي؟ صفت عندي هون الاكس بين الصفر والاثنين، هذا هو الدومين، اذا هذا الدومين الاف من صفر الى اثنين. رقم خمسة، لو اجينا اخذنا هون اف الاكس يساوي لوغاريتم، او خلينا ناخذ جذر، هاي جذر الاكس الاكس ناقص، يلا اكس زائد اثنين على اكس ناقص اربعة. لاحظوا هنا منشوف في عندي جذر، كم جذر عندي؟ جذر واحد. اذا انا باجي باخذ هذا اللي جوا الجذر اللي هو الاكس زائد اثنين على اكس ناقص اربعة، وبعمله اكبر او يساوي صفر. هيك خلصت من هاي المسألة. خليني اكتب لك مسألة شبيهة فيها. لو اجيت عملت زي هاي، اف الاكس تساوي جذر اكس زائد اثنين على جذر اكس ناقص اربعة، هل هاي نفسها؟ في ناس بيقول لك بقدر اوزع الجذر فوق وتحت، لا هاي غير عن هاي. هون كم جذر انت شايف؟ هون انت شايف جذر واحد، هون كم جذر شايف؟ جذرين. في عندي جذر جاي بالبسط، وفي عندي جذر جاي بالمقام. نيجي على الجذر اللي جاي بالبسط، بناخذ اللي جواته، شوفي جواته اكس زائد اثنين، بعملها اكبر او يساوي صفر. الجذر اللي بالمقام شو اتفقنا عليه؟ جذر تربيعي في المقام اكبر بس بدون يساوي، فهي الاكس ناقص اربعة اكبر من صفر، ودي الاربعة لهون، هاي اكس اكبر من اربعة. نيجي على هاي اكس اكبر او تساوي اثنين. طبعا هون انت بدك تاخذ المنطقة المشتركة، دائما احنا بناخذ المنطقة المشتركة. لو اجيت بدي ارسمها باجي هاي الاربعة اكس اكبر من اربعة بتضل رايحة هيك، يعني اكبر لفوق. طيب خلينا نشوف هاي سالب اثنين، عفوا هاي اكس اكبر او يساوي سالب اثنين. هون لاحظ بضللها اللي فيها مساواها، بنضللها على اليمين
لاحظ انه المشترك هذا، يعني لو اجيت عملت هاي انت هذا هو المشترك، المشترك لما يتلاقن الخطين هاي مع هاي هذا هو المشترك. اذا من اربع علامات، فهون دومين الاف من أربعة إلى ملايين. خلينا نشوف هنا هل بيطلع نفس الإشي. هذا كم جذر عندك؟ جذرين، في جذر فوق وفي جذر تحت، اللي فوق أكبر أو يساوي اللي تحت، وأخذنا منطقة المشتركة بيناتهم طلعت هاي. هسه هذا أول إشي، في عندي جذر واحد، في ناس بجوز يقول لي مقام، مش مشكلة بنقيم لك أصفار المقام. كيف بدك تقيم أصفار المقام؟ بقيم لك إياه هون، لما أجي أبحث الإشارة أنا هون عندي اللي فوق شو إكس زائد اثنين، واللي تحت عندي اكس ناقص 4، صح؟ شو اصفار المقام؟ 4 بعملها مفتوحه بس هيك، خلص خلصت من سلافه المقام. يعني بالمتباينات الكسريه بس بيقيموا اصفار عند المقام، بيحط دائره مفتوحه زي هيك. اللي فوق عادي، هذا شو اصفاره؟ سالب 2 بحطها مضلله. وبعدين بشوف اشارتين، هذا الاكس شو موجب؟ على اليمين موجب، دائما على اليمين مثل اشارته، على اليسار عكسه. هذا الاكس شو موجب؟ على اليمين مثله وعلى اليسار عكسه. هسه خليني انزل كل واحدة بمكانها، بدي انزل السالب 2 مغلقة والأربعة شو؟ مفتوحة. هون قسمة، يعني القسمة إشارة القسمة بتعرفوا زي إشارة الضرب، موجب موجب موجب، موجب وسالب سالب، إشارة القسمة والضرب نفس الشيء، متشابهات موجب سالب وسالب موجب. إذا إحنا هون عايش قاعدين ندور على الموجب، إذا هون صارت عندي من سالب ما لا نهاية، يعني هذا صار الدومين تاعه. دومين الاف صار من سالب ما لا نهاية لسالب 2 مغلقة، ومن 4 لما لا نهاية مفتوح. لاحظوا انه هذا غير عن هذا جوابه، فالفرقوا بيناتهم. هون كم جذر عندي؟ جذرين، هون جذر واحد بس لما ابحثه بعمل هاي مفتوحة دائما هيك. هذا ذكروا لي كثير مهم. هذا ناخذ مثال اخير، وهذا بالنسبة لموضوع الدومين. هاي اف الاكس تساوي لين 2 ناقص اكس على اكس زائد 1. نفس الاشي، نفس الوضعية. كيف هذا اللي جوا الجذر عملناه اكبر او يساوي صفر؟ نفس الاشي، هذا اللي جوات الجذر، جوات اللين عفوا، كله كامل، اللي هو 2 ناقص اكس على اكس زائد، بدي اعمله كله اكبر بس مش اكبر او يساوي اكبر. فخلينا نعالج مشكلة المقام، منعالجها مع بحث الإشارة إحنا عادي. يعني عندي فوق 2 ناقص إكس، وعندي تحت إكس زائد 1. هسا هذا شو أصفاره؟ سالب 1، خلص عملناها مفتوحة. هون سوي بالصفر 2، تشوف ده عادة يعني رتبوهم، مثلا الكبير على اليمين حطه هون، هاي 4 هاي سالب 2 هيك. هسومي الكبير 2 بحطه هون. طيب شو صار عندي؟ صار عندي بس شو تعرف شو الفرق؟ يعني الفرق بين التحتاني دائما مفتوح بنعمله سواء كان لن أو جذر، بس شو بتفرق؟ إذا جذر تربيعي بتظل اللي فوق بس، لأنه اللي تحت شو أصفار مقام. فإحنا هون بنحل المشكلتين مع بعض، وهون نفس الشيء، بس هون شو التنتين مفتوحات. لما نيجي على هاي، شو إشارة الإكس؟ سالب، على اليمين مثله وعلى اليسار عكسه. هاي الإكس، أنت بهمك إشارة الإكس، هذا الإكس شو موجب؟ على اليمين مثله وعلى اليسار عكسه. خلينا نعمل نزل هاي ونزل هاي، يلا، سالب موجب سالب، موجب موجب موجب. موجب سالب سالب، هاي هي. إذا من سالب 1 إلى 2، هذا هو دومين الأف. طيب بالنسبة للقانون الوحيد اللي بيهمني، يعني بجوز في ناس بيقول لي طيب قوانين الضرب والقسمة وهي هاي كلها، مثلا هاي قسمة، هاي في ناس بيجي بأخذ مجال اللي فوق تقاطع مجال اللي تحت ما عدا أصفار المقام، ما فيش داعي تعمل الحركات، خلص حل هاي وحل هاي ومشي. أما في شغلة اللي هو التركيب، التركيب مرات بغدر. يعني هون لو جيت عملت لك هذا الإكزامبل، نأخذ هون الـ fx هاي f الx، عملناها وصلت للمحاضرة الرابعة. طيب الرابعة اللي هي الكومبوزيشن، بدي احل واحد من الهوموركات اللي بنعطيكم اياها. شو هنا؟ هون مثلا في هومورك جذر الصفحة 11، هذا الهومورك
معطيك الاف اكس جذر الاكس ناقص 2 والجي اكس جذر الاكس تربيع ناقص 4. وبقول لك هون فايند دومين الجي اوف اف. تمام، شوفوا علي. اول شيء باجي على الجي اوف اف. هاي شو يعني جي اوف اف؟ جي اوف اف يعني جي اف، قلت لكم بنقيم هاي الدائره وبتحط هون قوس، يعني بدي اعوض جوا الجي اف. وين الجي؟ هيو بحط بدل هاي الاكس تو اف، بتصير جذر الاف تربيع ناقص 4. طيب شو هو الاف؟ هيو اعمل له هاي الاف اللي هو هذا، اعمل له تربيع بروح الجذر، ضل اكس ناقص 2 ناقص 4، يعني بصير جذر الاكس ناقص 6. هسه هون في كثير ناس مثلا باخذ بس دومين هاي، الاصل القانون شو بقول لك؟ بتاخذ دومين جي الاف هاي وبتاخذ دومين الاف الجواني، هذا هو القانون، بس بتاخذ المنطقه المشتركه بين هذول. هسه جي الاف هذا شو مجاله؟ من 6 لما لا نهايه. طيب نيجي على هذا الاف، الاف شو مجاله؟ من 2 لما لا نهايه. انت بدك المنطقه المشتركه بين هذول الاثنين، هذا هو دومين الجي اوف اف. فدائما يعني مش الجواب اللي بيطلع عندك تاخذه مباشره، بيهمك شغلتين، هذا الوحيد اللي شوي بيخربط. هسه تعات الزائد والناقص والقسمه والضرب كلهم بتحلن بوقتهم، اما التركيب بتطلع الجواب تبع المركب، تاخذ مجاله وبتاخذ مجال الجواني. هسه بدك تاخذ المشترك، خلينا نرسمهم رسم نشوف مين المشترك. هاي اللي هي وين اللي هون؟ من 6 لما لا نهايه، هاي 6، هاي 6 لما لا نهايه. تمام، نجي على الثاني، هذا من 2 الى ما لا نهايه، هاي 2 لما لا نهايه. هذا المشترك، هذا اللي هون، هذا اللي بيجي عليه خطين هو المشترك. اذا هذا هو الجواب من 6 لما لا نهايه. اذا هذا الجواب من 6 الى ما لا نهايه. هذا بالنسبه للتركيب بتوجدوه بتطلعوا. طيب خلينا نيجي على موضوع اللي بعده اللي هو الرينج. احنا هيك الدومين بنكون انتهينا منه، نيجي على الموضوع اللي بعده اللي هو الرينج. كيف نجد الرينج؟ الدومين زي ما قلنا هذول خمس شغلات، اذا جاك اشي غيرهن تعتبره خلص معرف. طيب نيجي هون على الرينج. الرينج من نركز على الشغلات المهمة فيه. في عندي أول وحدة مهمة اللي طبعا الرينج ما في له قاعدة واحدة، رح ناخذ نتائج سريعة احنا، تركز على الأسئلة اللي بتيجي دائما. في عندي واحد منهم اللي هو اف الاكس، بيكون عندي هون اي اكس وهون مثلا بي اكس، هذا اللي بهمني انه خطي طبعا بالذات ما يكون تربيعي برضه خطي كمان. هذا مثلا اي اكس زائد اتش وهذا زائد كي. انا شو هذا الرينج له مباشرة رح ناخذه اللي هو ار ما عدا، تاخذ معامل اكس على معامل اكس، اي على بي. روحوا دوروا بأسئلة التكلو من سنة من 20 سنة بتلاقوا هذا السؤال بأغلب الامتحانات جاي، نادر ما يجيش، دائما بيجي. فهذا تقدر تجاوب هاي الدائرة بدقيقتين، بدل منها بتحل شيء ثاني. طبعا احنا شو الطريقة اللي تعلمناها؟ نوجد الانفرس دومين لف انفرس. فهذا ار مع عدا ايه على بي، اللي هي معاملات الايه والبي اللي معاملات اكس. الشغلة الثانية اللي هو اف الاكس اللي بيساوي اللي فيه اي اس اكس او بي اس اكس. هذول شو بدك تعمل؟ بدك تاخذ الانفينيتي نعوض الانفينيتي والسالب انفينيتي ونضعها في فترة مفتوحة. وطبعا قلت لكم هذول بتحفظون حفظ، خليني اعملهم باللون الاحمر. الاي او البي، البي اي عدد يعني 2 3 5،
الاي اس انفينيتي انفينيتي والاي اس سالب انفينيتي صفر، هذول بدي تحطهم ببالك، هذول حفظ احفظهم. طيب نيجي على رقم ثلاث، رقم ثلاث اللي هي بتيجي فيها ساين او كوساين، هذول بتاخذ الساين او الكوساين وبتحطهم بين سالب واحد وواحد. طبعا ممكن تعدل على شكله حتى توصل للواي، هي اسهل طريقه له. الاشياء الثانيه عن يعني اخر واحده نادرا ما تيجي، هي نادرا ما تيجي، اللي هو اف الاكس اللي بيساوي اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي، هذا بيكون الرأس اللي هو سالب بي على 2 اي معصورتها، طبعا البي والاي هذول معصورتها مع اف السالب بي على 2 اي. وبيكون عندي اذا الاي، اذا الاي موجب بده يكون طالع لفوق، بده يكون هيك لفوق، فراح يكون من هذا العدد يعني من هون. طبعا الرينج اللي هو ايش، احنا ندور على الرينج صح، اللي هو قيم واي، يعني ما بتاخذ هاي، بتاخذ هاي من اف الهاي للانفينيتي، يعني بضل طالع لفوق. واذا الاي اقل من صفر بتاخذ يعني هيك بيجي شكله لتحت، هذا هيك هيك اصله هيك بيجي لتحت، فراح يكون من سالب ما لا نهايه الى هذا، من سالب ما لا نهايه بضل نازل، من سالب ما لا نهايه. طبعا هون في عندك اسهم بضل طالع للانفينيتي، هذا هذا بضل طالع لوين؟ للانفينيتي هون، وهذا بضل نازل لوين؟ للسالب انفينيتي لتحت. هسه هون شو القيمة اللي بتحطها هون؟ هي قيمة الرأس اللي هو هذا الاف، هنعملها بالازرق عشان تعرفوها، هاي اللي هي اف سالب بي على 2 اي، هاي اف سالب بي على 2 اي. تمام، خلينا ناخذ امثلة على الرينج. هاي اكزامبل يا سيدي العزيز، اكزامبل هوم فايند. على فكرة هذول بس اللي بيجن بالتكنو، نادرا ما يجي غيرهم. انا اعطيت بالمحاضره الثامنه واعطيت محاضره، ما بقول لك اللي بده يفلل واللي بده يهتم يدرس كل شيء، بس بالتكنو غير هذول الاربعه ما عمروش جرينج الا ما ندر، يعني نادرا نادرا. وأسوأ شيء انك تحلها بالطريقه اللي تعلمتوها، انه الرينج هو دومين لف انفرس، اوعى تحلها زي هيك، لانه هاي مرات بتخربط، يعني زي هذا مثلا مش 1 تو 1، فهذا يعني ما لهش انفرس اصلا، يعني لو افرض طلب الرينج له كيف بدك تحله؟ ممكن تحله ببرنامج رسم، يعني في برنامج الرسم هون، إذا حبيت تحل ببرنامج الرسم حمله على الأندرويد مجاني، هذا اللي هو ديسموس اسمه، ديسموس، على برنامج الرسم بتشوف شو القيم اللي بتطلع لك وبتاخذها، قيم الواي طبعا هون، لأنه الدومين ما عندنا مشكلة فيه، إذا بدك الدومين تاخذ قيم إكس، بس هون قيم واي الرينج. أوكي، يلا خلينا نشوف هون، نقول find range ال fx واحد fx يساوي x زائد ثلاث على خلي 2 x زائد 3 على 4 ناقص x. هون بتجي انت بتقول هاي نفس الشكل فوق وتحت خطي، فباجي بقول الرينج اللي هو r ما عدا، ناخذ معامل x اللي فوق على معامل x اللي تحت، شو معامل x اللي فوق اللي هو 2، شو معامل x اللي تحت سالب 1، اذا صارت r ما عدا سالب 2. مرات هيك بكتبوها من سالب انفينيتي لسالب 2 من سالب 2 انفينيتي، ركز مرات ما بحطها هيك هيك بحطها. نيجي على الشغله الثانيه اللي هي هاي الاي، اكثر سؤال بيجي هذا اف الاكس، في ناس بيقعدوا ساعه وهم يوجدوا الانفرس له. لو قلت لك اي اس سالب اكس زائد 2 بتيجي تعوض الانفينيتي، حط هون انفينيتي مثلا، بتصير اي اس سالب انفينيتي زائد 2، تعوض السالب انفينيتي مع السالب بصير موجب، اي اس انفينيتي
زائد 2. هاي اتفقنا بتكون حافظه حفظ، الاس السالب صفر، فهي شو بتحط بدالها؟ صفر، بيطلع جوابها 2. هاي شو جوابها؟ انفينيتي، زيد له اي شيء بضل انفينيتي. اذا هاي الفتره من 2 لانفينيتي، من 2 لانفينيتي، وفتره شو بتكون؟ مفتوحه. فتره شو بتكون؟ مفتوحه. يركز لي عليها عشان احط تحتيها هاي خطين تحت فتره مفتوحه، مش تعملها مغلقه. هاي الوحيده المفتوحه، الباقي كله مغلق، يعني تاعت الجذور والتربيعي وهذا. طيب نيجي على الثالثه اللي هي ساين وكوساين. هون عندي هاي رقم 3، هاي اف الاكس تساوي ساين الاكس زائد 3. بتيجي اول ما بتبلش، بتبلش من الساين، تاخذه من سالب واحد لواحد. انا بنقول ساين اكس من سالب واحد لواحد، انا ما بدي ازيد له قديش؟ 3، فبزيد لكل الاطراف 3، بزيد لهذا الطرف 3 ولهذا الطرف 3 ولهذا الطرف 3. صار عندي هون ساين الاكس زائد 3 اللي هي الواي، ما هي هي قيمه الواي هون. الواي هو ساين اكس زائد 3، الواي هو نفسه اللي هو اف الاكس، فساين اكس زائد 3 هي صارت واي اللي هي قيمه الرينج. هون قديش عندي؟ 4، وهون قديش عندي؟ 2. اذا هذا الرينج من 2 الى 4، طبعا كلها مغلقه بتكون دائما. هاي الجواب، هذا هو الرينج الاف، وهون هذا الرينج الاف من 2 لانفينيتي. انا مسحها عشان نرتب اكثر. الورق راح اصور لكم اياه ان شاء الله، ما حدش يكتب معي. طيب خلينا نشوف هسه الحالة الأخيرة اللي هي تاعت هذا التربيعي. طيب هاي اف الاكس رقم 3 4، هاي اف الاكس يساوي اكس في 2 اكس زائد 4. هذا تربيعي، تربيعي، لو جيت تضربه بصير هذا الشكل عندك، بصير عندك هون دخل الاكس هاي لجوا، بتصير 2 اكس تربيع زائد 4 اكس. تمام، قديش هنا الرأس؟ الرأس اللي هو بدنا ناخذ سالب ب على 2 a، مع خذ صورتها بالمرة خلاص، اف السالب ب على 2 a، يعني بدي اف الايش؟ سالب ب، هيها البي 4، سالب 4 على 2 ضرب 2 4، يعني اف السالب 1. كم اف السالب 1؟ بدك تعوضهم بالاف، بدها تصير 2 ناقص 4 سالب 2، هذا الرقم. بما انه الاي موجب هيك بده يطلع شيء، هذا الاي موجب، شايفينه؟ هذا الاي موجب، فهيك بده يطلع ايش؟ لفوق. اذا راح يبلش من هاي، من قيمة الواي طبعا دائما ببلش، لاحظوا هون ركزت لكم على قيمة ايش؟ الواي. يعني يا اما ببلش منها من عند الرأس بس الواي، لأنه أنا بدي ايش؟ رينج. يا اما ببلش من عند الانفينيتي إذا كان طالع، أو من سالب انفينيتي لعندها. فأنت دغري بتطلع الواي إذا بدك. فهون انا ايش راح اقول؟ بما انه طالع طلوع لانه الاي موجب، الاي اللي هو الاكس تربيع، فاقول من سالب 2 الى الانفينيتي، طبعا مغلق كله مغلق، هذا رينج الاف. الوحيد اللي بتعملها مفتوحه اللي تاعت الاي هاي اللي هون. طيب هذا بالنسبه لاهم شغلات بموضوع الرينج. هسا اذا اشي بتحسه انه تغير عليك، بتروح تستعمل ادوات الرسم ببين، يعني مثلا خلينا نحط هون مثال، خلينا نحط كمان مثال، يلا خلينا نشوف هاي ايش دخل بالانفرس. هاي 5، هاي رقم 5، اجاني زي هذا مثلا اف الاكس يساوي سالب جذر 9 ناقص اكس تربيع. باجي تروحوا لي على برنامج الديسموس، انا حاط عنه بوست، يعني بيطلع لك مربع زي الاله الحاسبه، زي هاي الشاشه، بس تكتب فيها سالب جذر، سهل جدا الكتابه عليها، سالب جذر هذا، بيطلع لك هذا الشكل، بيطلع لك هذا الشكل هيك، راح يطلع عندك هو بصير يعد خمسات ترى على فكره، فهون بس بيعمل مربعات، يعني راح يعمل هون مربع مربعين ثلاث
وهو مربع مربعين ثلاث، وهو مربع مربعين ثلاث. وطبعا هاي قيم اكس وهاي قيم الواي، انت بيهمك الواي. الرسم اللي راح يعطيك اياها انت شو، بس تفتح برنامج الدسمس تفوت عليه على طول بتطلع الرسمه، تطلع لك هاي الرسمه. هسه انت كيف بدك توجد الرينج من الرسمه؟ طبعا حتى الجذور العاديه ولا اي شيء بس فوتو برسم لك اياها. بتيجي طبعا لو حطيت جذر مش تربيعي، جذر عادي، كل جذر فيه له رسمه، بتركز على قيم الواي، تيجي بتطلع هاي الحمراء. هاي الحمراء شو اقل شيء فيها؟ هاي اذا اقل قيمه فيها هون اللي هي عند السالب ثلاث. في قيمه لواي، انا بهمني الواي، في رسمه تحت هاي، ما فيش رسمه تحت هاي، فبتصير تطلع معها، تطلع تطلع تطلع، وقفت الرسمه هون، وقفت ما في شيء فوق. اذا من سالب ثلاث لصفر هذا هو الرينج. تيجي بتقول رينج الاف من سالب ثلاث الى الصفر، طبعا كلها مغلقه هاي الشغلات بتكون. طيب نيجي على، احنا تعلمنا طرق سريعه بالدومين وطرق سريعه بالرينج، صح؟ بس تراجعوا الورق راح تلاحظوا، هاي الورق رقم أربعة، راح تلاحظوا طرق سريعه بالرينج وطرق سريعه بالدومين. هسه اذا اعطاك مرات بطلب دومين اف انفرس، هاي ملاحظه خلينا نحطها هون، هاي ريمارك. مرات بطلب دومين الاف انفرس ومرات بطلب رينج الاف انفرس، وبيعطيك الاف. هسه انت، انا كثير ناس بس يشوف دومين اف انفرس بقعد ساعه هو يطلع الاف انفرس، تطلعش الاف انفرس. دومين الاف انفرس بدك تكون عارف انه هو بيساوي رينج الاف، ورينج الاف انفرس دومين الاف. فهذا الاف اللي بيعطيك اياه، اذا كان سهل ايجاد الرينج تبعه زي اللي اخذناهن، او الدومين سهل بس يطلب هاي دغري بتعمل له دومين الاف او هاي، اذا هذول سهلات. فاهمين علي؟ مش حطيت طرق سريعه للدومين وطرق سريعه للرينج. اذا كانت هذا بنحل بسرعه، طلب اف انفرس، لا تروح تطلع الانفرس. يعني مثلا هذا قال لك اوجد دومين اف انفرس، بدل ما توجد دومين اف انفرس اوجد رينج الاف، هذا اللي هو اللي مثلا على الحاسبه او الدومين. يعني بتحول لما يطلب اف انفرس بتحول لاف. اذا كان لف صعب يعني، بس ما راح تحتاج تطلع الاف انفرس، دائما لما يطلب هاي حول وطلع هاي، بتكون هاي سهله سواء رينج او دومين. هذا الشيء اللي بتستفيده من الانفرس. طيب خلينا نيجي على موضوع الانفرس، انفرس فانكشن ال1 تو 1. طيب وصلنا عند، خلصنا الرينج هسه. بدنا نقول هون متى يكون الاف اكس 1 تو 1، واحد لواحد. هون ما راح يرسم، اذا ما اشوف، اذا بتقدر تستعمل برنامج الدسمس، ها برنامج ترى شعاره اخضر تنسوش، برنامج الدسمس تقدر تستعمل برنامج الدسمس، واذا تعمل خط اذا قطع من قطين بيكون ليس واحد لواحد، يعني يا اما اختبار الخط الافقي، يا اما اذا بدك ترسم في قدامك خيارين، اذا بدك ترسم الخط الافقي، الخط الافقي اذا 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 قطع بنقطه واحده دائما يعني يكون 1 تو 1. انت بتيجي مثلا زي هذا بعمل خط افقي قطع من نقطتين ليس واحد، لازم ايش دائما يعني لازم دائما شو يكون نقطه واحده. يعني هون اذا بدك تستعمل اختبار الخط الافقي، انت مثلا عندك الرسمه تطلع على الرسمه، جرب اي خط افقي اذا قطع بنقطه واحده ايش بيكون؟ بيكون 1 تو 1. طيب نيجي على الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه اللي هو التربيع والمطلق، هذول بدك تتذكرهم، تربيع مطلق الا اذا لعبنا بالمجال تبعه. وفي عندك هون التربيع اللهم صل على سيدنا محمد والمطلق، وبالنسبه لهذول الاقترانات المثلثيه هذا الاقتران المثلثي بده يكون جاي بربعين، اما بده يجي ربع واحد او ربعين مختلفين في الاشاره. مثلا اجيت هنا هاي اكزامبل،
which of the following one to one. إما one to one أو مرات بيصير يقول لك إله inverse لأنه one to one إله inverse يعني has inverse. يا إما بيحكي لك إنه has inverse أو بيقول لك one to one أي واحد من التالي. هو بيجي multiple السؤال. فمعك خيرين، يا إما بتيجي بترسم ومن الرسمة بتشوف أو مباشرة يعني بتشوف هذول اللي فيه تربيع أو مطلق أو هيك. طيب هسه هون هاي رقم واحد مثلا اجي حط لي f x يساوي x تربيع زائد واحد، هذا مباشرة بقول له 1 to 1 ليش؟ لأنه تربيع. رقم اثنين يجي قال لي f x يساوي 3 ناقص مطلق x، بس اشوف مطلق x مباشرة هذا 1 to 1 هيك واحد شحطة واحد 1 to 1 تنقرأ 3 f x يساوي الجذر x كمان هذا 1 to 1 ليش؟ تاخذه على مجاله انت، سواء الجذر زوجي فردي بيفرقش، احنا عندنا الاكس تربيع هاي، او تيجي مثلا اكس 4 او اكس كذا، هذول عشان بيطلع الموجب والسالب نفس الشيء. طيب خلينا نشوف هون، مرات بيجيب لي سؤال زي هذا، بيقول لي مثلا اف الاكس اكس تربيع ناقص 2 اكس، وبكون حاط لي اكس اكبر من صفر مثلا. خلينا نشوف، انا بعرف هذا ارسمه، لو اجيت ارسمه خليني ارسمه الرأس تبعه واحد واحد وسالب واحد، هيك بيجي الرأس على القوانين سالب بي قبل شوي حكيت عنه، او على الديسموس او على غيره بترسمه، بس ما بعرف شو اذا بيحدد فتره الديسموس يعني، او بعد ما ترسم بتحدد فترتك. خلينا نقول ان رسمناه على الديسموس ماشي، هيك برسم لي الديسموس، او مش مستاهل هذا الديسموس يعني، انت بتقدر ترسمه لحالك هاي هيك. طيب تيجي انت هون عندك الصفر وهاي اللي هي الواحد وهاي الاثنين وهاي الثلاث، هو هيك تيجي رسمته، الرأس تبعه بيجي هون عند السالب واحد، هاي سالب واحد هون بيجي رأسه عند الواحد وسالب واحد هيك تمام، ف ومن هون بضل طالع لفوق ليش؟ لأنه موجب هذا عفوا الواحد موجب، ومن هون بضل كمان طالع لفوق، بس احنا ايش بدنا؟ احنا بدنا نبلش من الصفر، فهون بنوقف يعني، هذا بلش من الصفر، شو صورة الصفر؟ عوض الصفر، صفر ناقص صفر صفر، هون الصفر، يعني أنا بلشت منين؟ من الصفر، هي صفر واحد اثنين ثلاث كذا، أنا الإكس تبعتي اللي هي المجال أنا ماخذه ايش المجال؟ إكس أكبر من صفر، فهي من صفر وورا، يعني قبل الصفر لا ترسم شيء، هذا معناته، فبنيجي بنطلع على الرسمة. يعني بدي يجي واحد غبي مثلا يقول الخط الافقي لازم بنقطع نقطه واحده، باجي بعمل هون خط بقول نقطه واحده اذا 1 تو 1، لا انت بدك يقطع دائما 1 واحده، فما بتدور على هاي النقطه، انت بتدور هون على اللي بتقطع الثنتين هاي هيك، قطعت بقديش هاي ثنتين، اذا هذا ايش؟ هذا نوت 1 تو 1 اللي بتقطع ثنتين، فانت بتدور عليها دواره، يعني بتدور على اللي بتقطع بنقطتين ماشي. بالنسبة يعني يا إما تستعمل قوانين الرسم أو أنت بترسم، هذا سهل رسمه، بس بتدور على المنطقة اللي بتقطع بنقطتين، أو إذا بدك تحلها بسهولة يعني حتى يكون 1 to 1 هذا الرأس تبعه، الرأس على القانون اللي هو كتبناه قبل شوي سالب بي، حطينا هون القانون، هذا قانون الرأس، هاي سالب بي، فأنت من عند الرأس إذا إجا بجهة واحدة، يعني تخيل هاي الجهة لحالها 1 to 1 هاي لحالها 1 to 1، هو إذا يعني إذا إجا الرأس هذا شو إحداثياته؟ واحد وسالب واحد على القانون، إذا إجا كله هون 1 to 1، يعني حتى لو ما بلش من هون، لو بلش من هون من هون، لو من هون 1 to 1 تمام؟ فهو يعني أنت بتقدر تحدد الرأس إذا إجا كله على يمين الرأس أو على يسار الرأس بيكون 1 to 1، أما زي هيك يقطع الرأس بيكون نت 1 to 1. بالنسبة للرينج هون احنا ما نبلش فيه، في كثير ناس هون بيخربطوا بالرينج، يعني تخيل مطلوب الرينج، لو مطلوب الرينج انت بيهمك قيم الواي، قديش اقل قيمة للواي؟ سالب واحد، شايفينها؟ يعني مش تيجي بتقول بلش من الصفر بدي اخذ عوض الصفر صفر، لا، في اشي عندك اقل، سالب واحد، هذا رينج الاف بصير من سالب واحد لانفينيتي، طلع على الرسمة ايش اقل اشي فيها؟ سالب واحد، فيش اقل، تطلع على قيم واي اللي بالرسمة
طيب نيجي على نيجي على ايش؟ على هذول اللي فيهن شو اسمه ساين وكوساين. اذا اجي بربع واحد بده يكون كله اشاره واحده. يعني شوف اذا ربع واحد تفكر في الموضوع، تعرف الربع الاول والثاني والثالث، اذا ربع واحد ما في عندي مشكله انه كله بكون له اشاره واحده، او ربعين مختلفين في الاشاره. غير هيك لا، اذا اجى ثلاث ارباع لا. فتخيل هون مثلا اجى قال لي رقم خمسة مثلا اف الاكس ساين اكس، واعطاني الاكس من صفر الى باي. بنيجي بنطلع على رسمته على اشارته، كلكم بتعرفوا الاشاره، هاي الزاوية صفر وامشي هيك، هاي الزاوية باي على اثنين وامشي هيك، هاي الزاوية باي. هذول هن يعني معناته هذا جاي بالربع الاول وبالربع الثاني. شايفينن الساين شو بيكون هون؟ موجب بالربع الاول. شو بيكون هون بالربع الثاني؟ موجب. متشابهات معناته هذا نط 1 تو 1، هذا نط 1 تو 1 تمام. لو اجى يعني لو مشينا لهون مثلا كان هون سالب، يعني مثلا قلت لحديد 3 باي 2 سالب، لا برضه ليش؟ لانه هذول تشابهين، يعني بدوش يجيب 3 ارباع، ضروري ربعين. اذا 3 ارباع مباشره نط 1 تو 1. خلينا نشوف هاي مثلا، لو قلنا مثلا رقم 6 اف الاكس يساوي سيكند اكس، والفتره مثلا من باي الى 2 باي، باي الى 2 باي، بس بدي معدل باي على 2، من باي لعند 3 باي على 2، ومن 3 باي على 2 الى 2 باي. طيب بس قمت الباي على 2 هاي. طيب خلينا نرسمها هاي، هاي هون بتيجي رسمتها. شوف كيف المجال تبعها من باي، خلي اكتبها بطريقة احسن من هيك. هاي هيك بتكتب انه اكس تنتمي للفترة من باي الى 3 باي على 2 اتحاد من 3 باي على 2 الى ال 2 باي. طبعا انا هون شو اللي عملته؟ قمت اصفار المقام، لانه هذا اصفار مقام، مو هذا السيكند له مقام. سيكند شو بيساوي؟ 1 على كوساين، والكوساين هون عند 3 باي على 2 بيكون صفر، فمشان هيك يعني بس شلته هاي 2 باي، بس انا شلت هذا بس يعني مش كثير. المهم اني اخذت الربع، الربع الثالث شو بيكون الكوساين بالربع الثالث؟ لحظه يعني اشاره السيكنت زي اشاره الكوساين، ما في مشكله يعني فيها. بالربع الثالث شو بيكون؟ سالب. وبالربع الرابع شو بيكون؟ موجب. اذا ايش؟ ثنتين ربعين ومختلفات في الاشاره. اذا نعم 1 تو 1 بيكون. هذا كان يجي على اسئله زمان وجديد، يعني من الاسئله اللي بيهتموا فيها على ال 1 تو 1. طيب ايجاد الانفرس كلكم تعرفوا قانون الانفرس، خلينا نعتمد طريقه واحده وخلاص. طبعا اللي متعلم طريقة غيرها مش مشكلة. كيف نجد الاف انفرس للاكس؟ بناخذ اف للاف انفرس اكس تساوي اكس، طبعا هذا قانون تبعه. هاي اللي جوا لو فرضتها واي مثلا، هون لو عملتها مثلا هاي واي سميتها، والواي هو الاف انفرس عشان سهل حالنا التعويض بس يعني. فهون بصير عندك اف الواي تساوي اكس، بصير بس الواي اللي بتطلعه هو هذا اللي بدك اياه انت، تمام؟ يعني بدل هاي بس سميتها واي عشان سهل حال التعويض. هذا بالنسبه لايجاد الاف انفرس. مرات تضطر انك انت توجده عن طريق التجربه، اذا عند نقطه وجده بالتجربه اريح لك. خلينا ناخذ مثال عليه عشان يكون هذا الشرح شامل ان شاء الله. خمسه هاي خمسة، هون عندي اف الاكس سؤالين. السؤال الاول فايند الاف انفرس للاكس، والسؤال الثاني فايند اف انفرس للثلاث. ماشي؟ شوفوا هذول السؤالين ميزوا بيناتهم، وهذا السؤال تحتاني مهم جدا، هذا مهم جدا لانه كثير تكرر باسئله السنوات. اول سؤال اللي هو
إذا طلب F inverse لل X، هون مضطر أطبق القاعدة اللي حكيت عنها قبل شوي. طبعا هون خليني أعطيك مثلا، هون عندي حيث F ال X مثلا تساوي، لو قلنا الجذر السابع لل X تكعيب زائد واحد مثلا، هذا من جوم نقول هاي F ال Y، هاي السوليوشن. احنا اتفقنا القانون اف الواي تساوي اكس، والواي اللي بيطلع هو الاف انفرس كتبته قبل شوي. فبروح هاي الاكس اللي هون ما بقرب عليها، بروح على هاي بعوض بدل الاف واي، بصير عندي الجذر السابع للواي تكعيب زائد واحد. اول خطوه بدي اتخلص من هذا الجذر الكبير، انا بدي اطلع الواي لان انا بدي الواي، فباخذ الطرفين اس 7، باخذ هذا كله اس 7 وهذا الطرف كله اس 7. بروح هذا الجذر السابع مع هاي السبعة، بتصير عندي هنا واي تكعيب زائد واحد تساوي اكس اس 7. ودي هذا الواحد لغاية هسه، انا بدي الواي يعني اول شيء بخلص من هذا، هسه بدخلص من الواحد، ودي الواحد لهون واي تكعيب. هسه هون شو باخذ؟ جذر تكعيبي للطرفين، يعني هون باخذ جذر تكعيبي لهذا الطرف وجذر تكعيبي لهذا الطرف. شوف عندي بهذا الطرف هنا واي تكعيب، وهنا عندي اكس السبعة ناقص واحد. شو هنا؟ هاي سبعة، تمام. طيب هسه بنشيل هاي مع هاي، بضل عندي الواي اللي هو الاف انفرس، احنا فرضين الواي اف انفرس صح، بصير عندي هذا الاف انفرس اللي هو الواي يساوي الجذر الثالث للإكس السبعة ناقص واحد. عملية بسيطة، قانون ومنطبق، يعني بكتب القانون وبخلي الواي لحالها بالأخير، هاي الواي هي الأف، بتخلص من الأشياء اللي معها. هذا بالتجربة، خلينا نقول بالتجربة فقط يعني عشان ما حدا يتخربط مع شيء ثاني. إذا عند رقم عادة لما يجيبوا عند رقم بيكونوا بدهم بالتجربة، ما بيكون بده إياك تطلع الإنفرس، يعني زي هذا تيجي تطلع هذا وترد تعوض فيه ثلاث، بيجيبوا لك إشي صعب عادة لهذا السؤال. فهون لو كتبنا مثلا اف الاكس يساوي اكس تكعيب زائد اكس زائد واحد، بدك تشوف ايش الاشي اللي بيعطيك ثلاث. هم عادة بيجيبوا خيارات، يعني مثلا حط لك خيارات مثلا صفر واحد اثنين دي ثلاث مثلا، انت بتيجي هون اول شيء بتعوض الخيار الاول، هذا تيجي بتعوض الصفر، بتقول اف الصفر بتعوضه هون بهذا، شو أعطاني؟ صفر، بديش إياه، أنا شو بدي يعطيني؟ ثلاث. تأخذ الثاني F الواحد، هذا هاي F الواحد، عوض واحد زائد واحد زائد واحد ثلاث، خلص هذا اللي بدي إياه. إذا F الواحد ثلاث فF انفرس الواحد، يعني هون إذا كان F الواحد يساوي ثلاث، خذ F انفرس للطرفين، هاي F انفرس للطرفين، إذا F انفرس مش هاي بتروح مع هاي، قديش تطلع F انفرس الثلاث؟ واحد. فمثل هذا السؤال بتصير تجرب الخيارات تطلع معك الجواب هذا اللي هون، يعني أو شعود الصفر، الصفر عفوا انطاني هون واحد مش الصفر، لأن يعني في واحد هون، صفر وصفر وواحد، هاي واحد. ماشي؟ وبتعوض اللي بعده اللي بعده، ما يعني ممكن يكون الجواب نن، أنه ولا واحد من هذول مثلا يطلع خيار دي مثلا. فأنا بجرب، بشوف الصفر. طبعا له قيمة واحدة، يعني اللي بتطلع خلص بتوقف، بتعوض الصفر، عوضه شو أعطاك؟ واحد، لا، بنيجي نعوض الواحد، ثلاث، لما يكون F الواحد ثلاث، F انفرس الثلاث واحد، F انفرس الثلاث واحد، ترجع رجوع فيها، فهون لما يطلب F انفرس الثلاث يعني بده شو الإشي اللي جوابه ثلاث، تعملها بهي الطريقة، فركزوا بنات إن في فرق بين هذول التنتين. وصلنا هسه، أنا قاعد بشرح بالمحاضرات، وصلت المحاضرة السادسة اللي هو الإكسبوننشال، هذا جبنا سيرته، حكينا عن الدومين والرينج والإنفرس له كل شيء. قوانين اللوغاريتم في ثلاث قوانين له، ناخذها هنا. قوانين اللوغاريتم، تذكروا شغلي أنه في عندي ثلاث قوانين للوغاريتم، في قانون خلينا نحكيهم باللين مثلا، اللين هو زي اللوغاريتم. الاول اذا اجى جوا اللين ضرب مثلا اكس ضرب واي بنعملها زائد،
إذا إجا جوا اللن قسمه نعملها ناقص. وآخر واحدة إذا إجا أس مثلا إكس أس مثلا واي بتجيب هاي الواي لهون. هسه هذول بس يعني ما في قانون للزائد والناقص، ركزوا القانون بس للضرب وللقسمة، ما في للزائد والناقص. قوانين اللن للضرب بصير زائد والقسمة بتصير ناقص، الأس بنزل لهون. طيب هذا إيش؟ قوانين اللوغاريتم. طبعا هذول ممكن أنت تحتاجهن لما نيجي نحل معادلة، لما نيجي نوجد قيمة مقدار. تمام، مرات بيلعبوا بحل السؤال. يعني شوفوا في سؤال اعطيتكم اياه بالامتحان، خلينا نحله مش غلط. هاي اكزامبل، شوفوا هذا الاكزامبل. اجيت قلت لك هون اف الاكس يساوي اي اس 2 اكس، اذا بتتذكروا هذا جبت لكم اياه بالامتحان التجريب الاول، وقلت لك ذن الاف انفرس للاكس يساوي، كنا حاطين الخيارات ايه لين 2 اكس على 2، الخيار بي لين جذر الاكس، الخيار سي 2 لين الاكس، وفي خيار دي ناسي انا. خلينا نقول نن هون، في اغلب الطلاب جاوبوني نن. خلينا نشوف هذا السؤال. اول اشي القانون حكينا هيو اف الواي تساوي اكس، فبكتب القانون هاي اف الواي تساوي اكس، بدي اعوض واي، شو بتصير هون؟ اي اس 2 واي تساوي اكس. هسه شو هو الاشي اللي بيطير الاي؟ اللن. لا تنسوا الاي واللن بيروحن مع بعض، اي واللن بيطيقنش بعض، هذا الاي واللن يعني بيروحن مع بعض، هذول متعاكسين نحكي عنهم. يعني بس تلاقي اي مع لن، الاي واللن عدوات على بعض، على طول بيفقعن، بيروحن الثنتين. فهذا الاي اذا بدك تخلص منه بتاخذ له لن، تاخذ لن للطرفين. طبعا هي معادله، فهذا اللي نشوف في جواته هون اي اس 2 واي، وهون اكس، شيل اللين مع الاي، هذا اللين والاي على طول بيروحوا مع بعض بفقعين. بضل عندي هون 2 واي يساوي لين الاكس. هسه في كثير طلاب قسم على 2 طلعت معه لين اكس على 2، يجي قال اف انفرس الاكس لين اكس على 2، شاف هاي لا فيها 2، هاي مش نفس هاي لا. اذا شو حطنا؟ راح عليه السؤال كامل. على فكره هذا سؤال، انا الاسئله اللي جبت من التجربه اسئله تكنو، يعني سؤال امتحان هذا. شوفوا شو الحركه اللي هم عاملينها، يعني بالذات مع قوانين مع اللن، اتذكر هذول القوانين لا تضيعهن. شوف انا ما لقيتش هذول، ما بستعجل بالنن. اول شيء طلع هاي الاثنين لبرا، بتعرفوا كلياتكم انه لما تطلعها من تحت شو بتحط فوقها؟ واحد. هاي اثنين تجيبها نص. هسه من قوانينه انه هاي بقدر ارفعها لفوق، يعني ارجع هون الواي شو بقدر اعمل بيه؟ بقدر ارفعه لهون. فخلينا نخلي اللين لحاله عشان نشوف هذا الخيار بلكي انه صح، يعني انه اللين لحاله. طيب ارفع النص لفوق شو بتعطيك؟ اكس اس نص. طب الاكس اس نص هي نفسها جذر الاكس، وهذا جوابه بي. فدير بالك تروح منك شغله زي هاي قوانين الاسره. طبعا هذا جبته بالتجريب الاول، يعني اللي شافوه في طلاب سالوني عنه. فانت مرات يعني لا تستعجل بالنن مع اللين بالذات، يعني حاول فكر بالذات هذا القانون الاخير، لانه بتقدر ترفع اس كذا، فلا تستعجل بالنن، حاول العب بشكله. فطلع معي واحد من هذول الاشكال. تمام، الشغله الثانيه انه لما نيجي نحل معادلات بدنا نحاول شغله واحده بس خلينا نحكي عنها ونركز عليها. احنا نضطر بعدنا صفحه 6، يعني هسه هذا الورق لما اعطيكم اياه راح يكون مختصر، يعني راح يريح عليكم كثير يعني بالحل. رح نزلكم يا بي دي اف ان شاء الله. هاي 6. شغلة بس عند حل المعادلات، حل المعادلات الأسية واللوغاريتمية. الاي بناخذ له، يعني اذا كان عندي اي اس اكس هذا قلت لكم نضعه داخل لن، يعني حطه هو جوا لن. اما اذا كانت لن اكس نرفعها اس اي، هذا اللي بيصير. يعني عندي بس اللن بنحطه اس اي، لا نرفعها للاساس اي، للاساس اي، يعني نحط الاي اساس، يعني هي بحطها بالاس
اللن اللي بحطه بالاس. ونفس الشيء لما يكون عندي مثلا اي شيء غير الاي، الاي عدد. شوفوا الاي بيساوي تقريبا 2.7. في سؤال جابوه الفصل الماضي انه جابوا انه اي واثنين، يعني انه هل هو متصل ولا لا، فبتطلع واحده منهم اي واحده 2.7. غلط، ما بيساوي بعض. الاي مش 2.7 تقريبا بس، فالاي ما بتساوي 2.7 تقريبا بس، يعني هي ما بتساوي هاي. الاي ما لهش قيمه بالضبط، يعني هو كسر عشر غير منتهي. طيب هسه اذا كان شيء غير الاي 2 3 4 بي، خلينا نحكي بشكل عام، البيوس اكس هذا بنضعه داخل لوج نفس الاساس اللي هو بي، بيطيره. اما اذا اجاني لوج الاكس للبي بنرفعه لاي اساس؟ للاساس بي. هيك احنا بنحل المعادلات اللي فيها. طبعا اهم شيء انه دائما 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 لا يكون ما داخل اللوغاريتم صفر او سالب. هاي الشغله مهمه. وعلى فكره في كثير ناس مرات يعني بيجوز ما بيهتموش كثير فيها. شو ممكن قدام الامتحانات؟ خلينا نشوف هذا الامتحان مثلا، شوفوا عليه. يعني مثلا عندي هذا السؤال شايفينه، the value of x satisfy هاي كذا. انت عندك لازم جوا اللين ما يعطيك سالب. خلينا نشوف والله غيره، هذول مختارينهن. نشوف هنا، عارف مش مبين معي حظكم. شوف هذا مثلا، يعني شوف هذا المثال 14 شايفينه. هذا مثلا بده يحل هاي المعادله مثلا لوغاريتم، تمام. هسه السالب 3، هذا السالب 3 شايفينه، لو تيجي تحطه هون او هون شو بيعطيك؟ مش بيعطيك سالب. هذا السالب 3 شايفه، حطه هون شو بيعطيك؟ هذا السالب 3 حطه هون شو بيعطيك؟ سالب 5. اذا هذا الخيار كله مرفوض. نيجي هون سالب 3، لو حطيته هون طبعا بأي واحدة منهم ممنوع يعطيك لا صفر ولا سالب. هون شو بيعطيك؟ سالب 5. هون شو بيعطيك؟ سالب 1. انسى الياه. نيجي على الصفر، الصفر عوضه هون شو بيعطيك؟ سالب 2. عوضه هون 2. هون اوكي، بس هون شو بيعطيك هذا الصفر؟ سالب 2. اذا هذا السؤال مباشرة بتحط دائرة على الاي وخلص. في كثير اسئلة بتنحل بهي الطريقة، انه بيجيني سؤال لحظة هذا الامتحان قدامي كان بس هيك جبته عشوائي. كثير بتتكرر هاي الفكرة، انه شو بيعمل؟ بيعمل يعني الخيارات بترفض الاشي اللي بيعطيك جواته سالب، تمام. لاحظوا هذا قبل شوي ليش فشكت عنه؟ بجوز مثلا تستغربوا، طب انا هذا لاحظوا ان رفضت السالب 3 عشان بتعطيني سالب، صح؟ والصفر عوضه هون بيعطيك شو؟ بيعطيك سالب. فهذول الثلاث رفضت، خلص حط دائره على الاي وصح. يعني هذا الشب 14 هو حاطه بي، يعني حاطه غلط طالع عندي. المهم يعني هذا لو حطيته ايه بيطلع معك صح بدون ما تحل هاي المعادله. هاي شغله. لكن شوفوا في ناس بتخربطوا بين هاي وبين هاي. يعني هون بيجي بيقول ايه سالب وسالب، طب جرب. او والله هون السالب 2 مرفوض، تعرفوا ليش؟ لانه بيعطيك صفر. هذا السالب 2 عوضه هون شو بيعطيك؟ بيعطيك صفر، اذا هذا مرفوض. والسالب 2 كمان مرفوض. خلينا نجرب الصفر مثلا، هاي صفر عوضه 2، سالب 1 عوضه 1. يعني انا ما برفضه لانه صفر او سالب، بدي جوا، فاهمين علي؟ في كثير طلاب انه بيقول لك هذا صفر سالب بدي ارفضه، لا انا برفض يكون جوا. يعني ركزوا شو كتبت، داخل اللوغاريتم انه يكون صفر او سالب. اما مثلا هذا الصفر والسالب ما عندي مشكله فيهم، عوضه شو بيعطيك هون؟ 2. عوضه السالب 1 شو بيعطيك؟ 1. هون الصفر عوضه 2، ال 2 تعطيك 4. فهون يعني هون في خيارين لغيتهن، صار عندك واحد من هذول الاجوبه، هو يظل واحد باخذه، اما زي هيك بدنا نحله. طيب خلينا نشوف كيف بنحل مثل هاي الاسئله. أول شيء بدي أحل هذا، يلا نحل هذا ونحل واحد ثاني. هاي اكزامبل،
بيجي لي السؤال يا اما بيقول لي سولف، سولف يعني حل، او اوجد قيمه اكس، او the value of x، the value of x يعني قيمة x، the value of x، أو بقول لي solution set، مجموعة الحل. يعني مرات بيجيب لي solution set. خلينا نحل اللي قدامي، ما دام في قدام امتحانات بدي أحل من هذول اللي قدامي. تمام، خلينا نشوف الأولاني. يعني هون لاحظوا هذا السؤال 14 بيقول لي the solution solution set، يعني مجموعة الحل. إذا قال لك solution set مجموعة الحل، أو قال لك قيم x value of x، أو قال لك كلمة solve، حتى solve في العادة ما بيقولها لأنه ما يعني، يا بيقول لك أوجد قيم x أو بيقول لك solution set. طيب خلينا نشوف أول مثال. هاي مثال رقم واحد، بدي أكتب عندي هذا المثال. وهي واحد e اس سالب 3x لن x زائد 2 ناقص لن ال x زائد 2 يساوي 0. هي كتبت هذا. تمام، شو هي طرق التحليل اللي احنا بنتعامل معها؟ يا اما اخراج عامل مشترك او كذا. فانت هون اول اشي بخطر ببالك انك تطلع هذا اللين عامل مشترك، لانه موجود هون وموجود هون. في كثير ناس بودي لغاد وبالخم حاله، لا، اذا اي مسألة فيها اي حاولوا حللوها. فهذا طلع هذا اللين عامل مشترك، طلعنا هذا اللين عامل مشترك من هون. يلا شلنا من هاي، شو ظل عندي هون؟ اي شلنا من هون، شو ظل عندي؟ واحد. خلص حللته زي ما بحلل اي مسألة، يعني عامل مشترك، هذا اللين عامل مشترك طلعته من هون. اي طلعته هون. طيب هسا الواحد لما يجي يحلل يصير عنده شغلتين وبيناتهم ضرب، معناته اما الاولى صفر أو الثاني صفر، لأن هذا الطرف لازم يكون صفر. فبتأخذ إما لن الإكس زائد 2 صفر، أو إي أس سالب إكس ناقص 1 تساوي صفر. طيب المسائل مثل هيك، أول إشي بدي أخلي هذا الإي لحاله، هذا الإي بدي أخليه لحاله قبل ما مش إحنا قلنا اللن والإي بيروح مع بعض، بطيقنش بعض. اللن الإي بأخذ له لن، واللن شو بأخذ له؟ إي. بس هذا الاي بده يكون لحاله، يعني اوعى تقرب عليه وفي معه شيء. قيم الواحد لغاد، هذا وديه صفر زائد واحد، واحد بصير هون. هسه بقدر اعمل شيء فيه، وهذا اللين جاهز. شوفوا الفرق بين اللين والاي، الاي نضعه داخل اللين، يعني باجي هون انا من عندي بحط لين هون وبحط لين هون، بحط لين هون وبحط لين هون. هاي لين الاي السالب 3 اكس، وهاي لين الواحد، حطيت لين لهاي ولهاي لان معادله. طبعا اللين مع الاي بيحرقن بعض، هاي اللين والاي حرقن بعض. شو ضل عندي هون؟ ضل عندي هون سالب 3 اكس لين الواحد. على الآلة الحاسبه اللي بعده مش متمكن من الارقام هاي زي هاي، لين الواحد تطلع معك على الآلة الحاسبه الصفر. هي اللين هاي، خلينا نعمل هون هاي لين، شايفين اللين؟ لين الواحد قديش؟ صفر. خلص حط صفر. احنا بنحكي عن امتحان عن بعد، يعني انا كثير ركزت بانه نحسبهم بدون آلة حاسبة، اما عن بعد بهمش. خلينا نقسم هسه الطرفين على سالب 3، نجي نقسم هذا الطرف على سالب 3 وهذا الطرف على سالب 3، بتروح هاي مع هاي وبتطلع عندي قيمة الاكس شو بتساوي؟ صفر. نيجي على الثانية اللين، لاحظوا الاي حطيته كله جوا اللين، كله زي ما بنحطه جوا الساين جوا الكوساين، لكن اللين بنرفعه للاساس اي، يعني باجي بحط هون اي بالاساس، يعني هذا انا في عندي هون اصلا لن، وهون في عندي صفر، صح؟ طيب باجي انا شو بعمل؟ باخذ بعمل اي بالاساس، يعني اي اس هذا الطرف واي اس هذا الطرف، مش ضرب اس هذا. تمام؟ يلا صارت عندي الاي الصفر قديش؟ واحد، والاي مع اللن بلغوا بعض. شو بضل عندي هون؟ x زائد 2، ودي هاي الاثنين لغاية تطلع x سالب 1. عشان قبل ما اتقبلهن هذول بدنا نتأكد دائما، هاي مهمة، هاي تتأكد انه لا يكون ما داخل لوغاريتم صفر. فهذول الاجوبة اللي طلعوا، خلينا نشوف السالب 1 عوضه هون بيعطيك صفر بالاصلية، طبعا ما بيعطيك صفر، يعني هون سالب 1 زائد 2 1، وهون واحد، إذا هذا أوكي. نجع هذا عوضه،
2 اوكي. اذا الجواب صفر، اذا اكس تساوي سالب 1 وصفر اللي هو راح تختار اللي هو هذا الخيار سالب 1 وصفر بيطلع الجواب سي. تمام. طيب خلينا نحل واحده ثانيه من هذول كمان. يلا في واحده قبل شوي وين مرينا عليها. يلا في هون سؤالين تحت بعض. في سؤال بيقول لي the solution set، the solution set لهي المعادله. طيب خلينا نشوفها. هاي عندي هنا اي رقم 2. طيب رقم 2 عندي هنا اي اس 2 اكس ناقص 5 اي اس اكس زائد 6 يساوي 0. تمام. دي هاي المسألة سوليوشن ست يعني بده حلها. طيب شوفوا دائما بس تشوف اي اس 2 اكس اعرف انها عبارة عن اي اس اكس الكل تربيع. يعني هل اي اس اكس تربيع شو بتساوي؟ اي اس 2 اكس. يا اما اذا انك يعني بتقدر تفرض هاي واي بتصير هاي واي تربيع وبتحلها بترد ترجع الواي، بس انا بفضل حللها مباشره، حللها زي كانها عباره تربيعيه. كيف بالعباره التربيعيه؟ مش بتيجي بتعمل اكس تربيع اكس باكس، هسه الاي اس 2 اكس بتعملها اي اس اكس باي اس اكس. السته 2 ضرب 3، طبعا هذول بيطلع سالب عشان يطلع سالب 5 6، يعني بتحل عاد اللي بيخربط يفرضها واي. هاي شو بتصير؟ واي تربيع الاي 2 اكس واي تربيع، وبعدين يرد يرجعها، بس الاسرع انه حلها مباشره اي باي، فهي بتحلوها كانها عباره تربيعيه. فبنيجي بناخذ الحاله الاولى اي اكس ناقص 0 اي اكس ناقص 2 0 او اي اس اكس ناقص 3 تساوي 0. في كثير ناس بس بيقول لي الاي باخذ له لن، لا تاخذ له لن مباشره، خليه لحاله بالاول. يلا لاحظ بالاول وديت الواحد لهون، لا تاخذ شيء اللي يكون لحاله. فبتيجي هون بتودي هاي الاثنين لهون، هاي اي اس اكس تساوي 2، هون اي اس اكس تساوي 3. تمام. هسه الاي كيف بخلص منه لن؟ بنحطه جوا اللن، بنحطه جوا اللن، بحط هذا جوا اللن وبحط هذا جوا اللن. في ناس بيكتبوا لي لن اس 2، لا هاي بتيجي جواته لن الاثنين زي الساين. وهون هذا جوا لن وهذا جوا لن، بتروح هاي مع هاي، صفت عندي اكس تساوي لن 2 واكس تساوي لن 3. اذا هاي مجموعة الحل. يعني هو شو طالب هون؟ سوليوشن ست، مجموعة الحل اللي هي لن 2 ولن 3. بنحط له دائرة هاي لن 2 ولن 3، هاي سوليوشن ست اللي هي لن 2 ولن الثلاث. فبنحط له المجموعة هذول، يعني زي هيك لن 2 فاصل 3، هاي مسوي مجموعة الحل. خلينا نحل اللي بعده. شوفوا اللي بعده لوغاريتم الاكس ناقص 2 للاساس 5 زائد لوغاريتم الاكس زائد 2 للاساس 5 يساوي 1. تمام. هذا طبعا احنا ما فيش داعي، لاحظوا من الخيارات نقدر نحط دائره على الاي وخلص جواب 3، بس خلينا نشوف لو بدنا نحله. ركزوا على الفرق بين هذا وبين هذا، هذول زي بعض مشان هيك طلعتوا عامل مشترك، يعني طلعتوا مشترك جبنا من هون وجبنا من هون، هذول بيختلفوا عن بعض. دائما انت خذ القاعده اذا كانوا زي بعض، اذا زي بعض بتطلعوا عامل مشترك. اما هاي شوفوا جواتها اكس ناقص 2 هاي اكس زائد 2، يعني هذا غير عن هذا اللي جواته كله، شايفوه؟ هذول زي هيك ارجع رجوع بقوانين اللوغاريتم، بتقدر تعملهن بلوغاريتم واحد وتخلص منه. مش هذا لوغاريتم واحد اخذنا له اي، هون ارجع رجوع الزائد ارجع في رجوع شو بصيرين؟ ضرب، اذا ناقص قسمه، فهذول زائد هذول زائد، ارجع فيهن رجوع شو بصيرين جوا؟ يعني هاي وهاي بتحطهم ضرب، يعني بدل ثنتين بصيرن وحده. فهون تقدر تعملهن لوغاريتم الخمسة وتحط جواته اكس ناقص 2 وهي اكس زائد 2 وهي 1. شايف؟ يعني هذا هذا لو بدك تيجي تفكر تفكه، هذا مش بده يصير لوغاريتم الاول زائد الضرب مش بصير زائد، انا جمعتني بلوغاريتم واحد. هسا نيجي على اللوغاريتم، شو اللي بيطير اللوغاريتم؟ انه نرفعه اس بي، اس مش حيلا بي، البي تبعته هون قديش البي؟ 5 اللي هو الاساس. فبعمل هاي كلها، خلينا نعملها بالاحمر، هاي كلها 5 اس كله برفعه للاس، وهي 5 اس 1. فشو بصير عندي هون؟ هذول بروحوا مع بعض، هاي مع هاي بطيرن بعض،
هاي مع هاي يطيرن بعض. شو ظل عندي هون؟ اكس ناقص 2 في اكس زائد 2 اضربن بعض فرق مربعين هذول بتصير يعني اكس تربيع ناقص 4، وهون 5 اس 1 5 صارت اكس تربيع 9، اذا اكس 3 واكس سالب 3. نيجي مش مباشره بناخذهن، نرجع بنتاكد، نقول هذا الثلاث لو عوضته هون 1 هون 5 موجب هذا اوكي. نيجي على السالب 3 عوضه هون سالب 5 فهذا شو مرفوض او يهمل، فمشان هيك بالخيارات ما اخذت 3 وسالب 3 اخذت ايش بس الثلاث لحاله. فانت دائما حاول يهملهم قبل ما تكمل الحل، يعني حاول اخلص منهم من بدايه الحل تمام. هذا بالنسبه لموضوع المعادلات اللوغاريتمية والأسية. طبعا انا حليت اسئله اكثر من هيك بس هاي الافكار دومين والرينج حكيناه. ظل عندي التريجونومتريك. طيب خلينا نحكي شوي على التريجونومتريك. التريجونومتريك جبنا سيره هاي قديش الصفحه 6 هاي 7 التريجونومتريك كان عندي هون تعريفهن بالمحاضرة التاسعة انه اهم شيء قلت الساين والكوساين. اما بالنسبة للتان طبعا حسب المثلث التان ايه على بي المقابل على المجاور، هسه بتصير تقلب، اقلب التان بصير كوتان، اقلب الكوساين بصير سيكنت، فمقلوب هذا بدك تحفظه، بدك تعرف انه كل واحدة مقلوب مين. حتى على الآلة الحاسبة لما بدك تيجي توجد واحدة منهن بتلاقي هون ايش ساين كوساين تان، اذا بدك اشي بتطلع هاي بعدين تقلبها. شايفين هاي الحركة؟ يعني مثلا عندي هون 2 على 3 طلعت ماشي، بدي اقلبها. شايفين هاي الكبسة اللي هون اكس اس سالب 1 هاي اللي جنب اللوك، اعمل هيك شو بيطلع عندك. لا بس من برا بدي اعملها، بطلع الهاي برا وبعملها هسه احط وساوي بتصير 3 على 2. انا هون شكلي خربت هاي. يعني مثلا بدي سيكند، احنا قلنا السيكند شو مقلوب الكوساين، افرض بدي سيكند الاثنين بعمل افرض بدي عفوا سيكند الباي على 3 بعمل كوساين الباي على 3 هنا الباي هيها شايفينها جنب الاي، هون الاي بتضغط لها الفا الحمراء وهذا شيفت الكوساين، فلو شو بدي اضغط هسه شيفت وهي باي طلعت باي باي على 3 هاي باي على 3 هاي كوساين ماشي، هاي كوساين باي على 3 حطوا يساوي قديش طلعت نص. افرض انا بدي سيكند تقلبها بتطلع 2 على 1 او هيك هاي اللي بتقلبها شايف هاي هيك حطوا يساوي بتطلع لك 2. فدائما اذا بدك هذول ومعك آلة حاسبة طلع التان اقلبه، بعد ما طلع اعمل تان للاشي بدك اياه اعمل له مقلوب هي المقلوب شايفينه، ونفس الشيء بالسيكند وبالكوسيكند. طيب خلينا نشوف السام في بعض المتطابقات، هي حكينا عنها بالرينج. هسه الانفرس الفترات تاعت الانفرس اهم شيء، في عندي قوانين الانفرس تريجونومتريك هي اهم شيء لو اخر درس وصلنا لمحاضرة 10 انفرس تريجونومتريك فانكشنز. شوف علي بدك تحفظ لي اياها الحفظ، هذول الفترات اللي بيكون عليها 1 تو 1. اول شيء الساين از 1 تو 1 على الفتره من سالب باي على 2 لباي على 2 مغلقه، التان نفسها بس شو مفتوحه من سالب باي على 2 لباي على 2 مفتوحه. وعلى فكره هذا كثير اجى بالامتحانات ما بعرف ليش بيجيبوه، انه بس بيجي دائره حتى بالاونلاين اجى انه بقول لك 1 تو 1 وبالخيارات مثلا بقول لك واحد مغلقه ومفتوحه. مفتوحه ليش؟ لانه في له اصفار مقام اللي هي الكوساين، فهي ركز لي عليها هاي بالذات كثير اجت بالامتحانات. الكوساين از 1 تو 1 على الفتره من الصفر للباي. على فكره انت لما تيجي توجد الكوساين انفرس هون يعني بيجي ضمن هاي الفتره، يعني ما بيجي الكوساين انفرس والساين انفرس الا بهاي الفتره. هسه قوانين هذول القوانين بدي اياك تحطهم ببالك عشان انه قبل ما نستخدم الاله الحاسبه. اول اشي اذا طلب مني
السيكند انفرس، السيكند انفرس ما في على الآلة الحاسبة، في عندك كوساين انفرس، فأنت بتيجي بتعمل كوساين انفرس وبتقلبه، يعني أول شيء بتقلبه وبعدين بتعمل كوساين انفرس. هذا بالنسبة لأن هو ما في سيكند انفرس، بس في كوساين، شايفين الكوساين بتيجي فوق الشيفت، يعني هون ركز ركز، هاي كوساين صح؟ اعمل شيفت وكوساين، شو بيطلع لك؟ كوساين انفرس، بس ساين انفرس تان انفرس. فأول شيء بتقلبها، بتقلبها بعدين بتعملها كوساين انفرس، تمام؟ يعني مثلا بدي سيكند انفرس 2 بقلبها 1 على 2 كوساين 1 على 2، زي هيك، هذول قوانين. نفس الشيء بالنسبة للكوسيكند، الكوسيكند مقلوب مين؟ الساين، بقلبه وباخذ ساين، تمام. في قوانين السالب، الساين انفرس اذا جواته سالب بيطلع لبرا، التان انفرس اذا جواته سالب بيطلع لبرا زي الساين انفرس. هسا بالنسبه للكوساين انفرس مشكلته مشكله، الكوساين العادي يعني هذا، شوف حتى الساين العادي الساين بتطلع السالب لبرا، يعني بالنسبه للساين والانفرس السالب شو بيصير فيه؟ دائما بتطلعه برا بتخلص منه، يعني من الساين او من الساين انفرس نفس الشيء. الكوساين في اختلاف بيناتهم، اذا كوساين لحاله بيروح بالمره بصير كوساين اكس، اذا انه انفرس بتطلعه وبتحط باي بتصير باي ناقص. هاي فهي قوانين طبعا ممكن برضو على الاله الحاسبه نشتغلها، اني ما نحتاجش هذا الشيء. شو الاسئله اللي ممكن تيجي على هذا الدرس؟ ركزوا معي. اول سؤال اللي هو تاع الدومين حكينا عنه قبل، في عندي سؤالين، في سؤال زي هيك بيجي، يعني مثلا evaluate بيجي زي هذا السؤال، هذا مثلا يقول لي ساين انفرس ساين السبعة باي على ستة، ماشي. يجي يقول لي مثلا تان انفرس ال خمسة سبعة باي على 11، شو تان هي اثنين تان للتان انفرس، يعني بيجي نشبه بعض هذول، هي تان، تمام. خلينا نمسح هاي بس شوي، بيجي شبه بعض هذول، هنا هاي رقم اثنين، طيب بيجي الانفرس برا، تان انفرس لتان لهذا، بيجي الانفرس برا. شوف اي شيء فيه ارقام خلينا نعمله على الآلة الحاسبة، خلينا هون نيجي بنقول هون ساين انفرس، هاي ساين انفرس وتيجي فوق الساين، نعمل شيفت ساين، هاي ساين انفرس، شو جواتها؟ بدي اعمل ساين واحط 7 باي 6، بتعملها كسر زي هون، هذا الكسر 7 باي، الباي قلنا هون بتيجي فوق هاي التنتين جنب بعض الباي والاي، تعمل شيفت وهاي باي على 6، خلاص مش داعي تسكر الاقواس، حط يساوي، شو طلعت؟ سالب باي على 6، هذا جوابه سالب باي على 6. هذول زي هيك ما بيغلبنش، هاي احدى الاسئله اللي بتيجي دائما. خلينا نجرب الثاني، انا بصراحه مش متاكد منه بس خلينا نشوف والله. عندي هون تان انفرس، تان انفرس جواتها تان ال 7 باي على 11، يلا هاي هيك 7 باي على 11 وتتحول الشيء. طيب خلينا نشوف هاي مثلا قديش طلعت عندي انا هون، نفترض يعني انا علمتكم عليها بكل الاحوال، طلعت عندي هون سالب 1.14. طيب خلينا نشوف الخيارات، يعني لو كانت الخيارات هون الـ A 4 باي على 11، البي سالب 4 باي على 11، رقم سي
باي على 11 دي سالب باي على 11. شوفوا اول شغله عرفتوا هذا الجواب صح؟ حتى بمدوا شوي يعني خلينا نتاكد انه كيف بدنا نحل بالآلة الحاسبه احنا، ها مناش التعقيدات الباي وكذا. هاي سالب 1 4 2 اوكي 3 كذا، هاي لهون هو اكيد راح يطلع لنا واحد من الخيارات. طبعا اول شيء بما انه انا دخلت على الحاسب بما انه الجواب سالب فبدك تلغي هاي الخيارات الموجبه يعني هذا وهذا، انسى موضوعهن. هسه بنيجي على هاي بدنا نوجد قيمتها اللي هي سالب، هاي السالب 4 وهي الباي قلنا شفتوا هون تيجي فوق العشرة، هاي سالب باي على 11 هاي هنحط قديش بتساوي هيها. لاحظوا شو طلعت نفس الشيء، هاي سالب 1 0 1 4 نفس الشيء. لذلك يعني لو بدك تحل بالآلة الحاسبة هو بيكون حاط لك خيارات بتصير تدخلين على الآلة الحاسبة. لا تستعمل هاي الآلة الحاسبة، البرامج على فكرة بتضيع وقت على الفاضي. أما آلة حاسبة حطها جنبك ممكن تحل عليها أي سؤال. إذا هاي إيش بتساوي؟ 4 باي على 7 هاي تساوي 4 باي 7. طبعا أنا شارح شرح دقيق يعني اللي بده يرجع للسالب، طبعا اللي بده يرجع للمحاضرة بلاقيني شارحها كامل بالتفصيل. طيب نيجي على الشغلة الثانية اللي بدها، طبعا زي ما قلت لك طلع معك رقم زي هيك مشي. حتى تعات الجذور مثلا، يعني نفترض مثلا هون عندي تان، هي رقم 3. طيب كوتان ال كوساين انفرس 2 على 3 تساوي، وكان حط لي هون خيارات، خيار جذر 5 على 2، خيار 2 على الجذر 5، سي 2 3 على الجذر 5، دي جذر 5 على 3. طيب خلينا نشوف لو بدنا نحلها بالآلة الحاسبة. أول شيء اتفقنا الآلة الحاسبة ما فيش فيها كوتان صح؟ فأنا بوجد التان وبقلبه. يلا بالأول الآلة الحاسبة هاي ما فيها، فيها ساين كوساين تان، بعرفش إذا في آلات تانية غيرها. أما إذا بدك الكوتان بتطلع التان وبتقلبه ماشي؟ يعني دائما خلقته من هون بتجوز إنه أنتوا مش متمكنين منهن. هنا الكوتان مقلوب التان، السيكند مقلوب الكوساين، طبعا موجود بالورق، والكوسيكن مقلوب الساين، تمام؟ فانت بتطلعه وبعدين تقلبه، هاي اللي بتقلبه. خلينا نسوي هاي مثلا، انا الكوتان شو مقلوب التان، فهون ما فيش عندي كوتان، في عندي تان، بعمل التان انا. يلا هاي كوساين انفرس تيجي فوق الكوساين، كوساين انفرس هي شيفت كوساين، هاي كوساين انفرس شو جواته؟ بعمل هذا الكسر 2 على 3، بدهاش تسكير قوس، هاي الآلة الحاسبة بنحط يساوي. طيب طلع عندي هذا الجواب، خلينا نركز على هذا الجواب اللي هو 1.118 مده مش غلط، واحد يعني هذول هم بكفي. طيب اذا نيجي بنجرب الخيارات، الخيار الاول جذر، انا ما قلبته انا، خلينا نرد اعيده بس بدنا نعيده بعد منكم. التان تنساش اقلبه، انا طلعت تان ما هو الكوتان مقلوب التان، تان جوات شو بدي اعمل؟ قلنا كوساين انفرس 2 على 3، يلا هاي يساوي، طلعت معي هاي، شو بدي اعمل فيها؟ بدي اقلبها، شايفين هذا المقلوب، هاي الانسر المقلوب هي هذا الفوقاني، حط يساوي هسه، وين رحنا؟ يساوي هي يساوي، يلا هذا الجواب، شو طلع عندي؟ 8 9 4 4، يلا 8 9 4 4 هذا هو الجواب اللي طلع. خلينا نمسح هذا. طيب نيجي على الخيارات هسه، نيجي على الخيارات يعني من يعني مش راح تاخذ منك وقت زي ما انك، مع انه هذا سهل ترى فكره، بتقدر تعمل جدول، بس احنا قلنا الارقام شغله مريحه هاي. طيب خلينا نشوف الاولى، جذر الخمسة، جذر الخمسة على 2، يلا حطها يساوي هسه،
هي ترى حطه يساوي بتطلع لك نفسها. بدك تغيرها شايفين هذول السهمين، بس اعمل هيك تطلع لك كسر. ما طلعت. او ممكن تطلع التان وهيك وتقلبه، بس اوعى تنسى تقلب لانها كتان. خلينا نشوف الثاني. 2 على جذر 5، هاي 2 على جذر 5. بنحطهم يساوي، شوف بس تحطه يساوي بتطلع لك بشكل ثاني، بس اعملها هيك بتصير كسر. شو طلع نفس هذا 9 8 9 4 4. اذا هذا الجواب جواب الصح. شو طلع؟ طلع بي. انا تعمدت اعمله بي مثلا، اللي هو هذا اللي هو 2 على جذر 5. بس شوفوا بالنسبه لهذا، هذا الفوقاني حالاته كثيره وبخربط لو عملته على الحاسب بعد. هذا ما بيجي فيه يو اكس، هذا ما اللي بيجي شبه بعض، ساين مع ساين او تان مع تان او كوساين مع كوساين. اما هذول المختلفات شوف لاحظ هذا بيجي برا الانفرس، هو ما بيجي الانفرس جوا. هذول اعملهم مثلث اريح لك. يعني مثلا هون لو جيت قلت لك هاي رقم 4 بشكل عام بدي كوتان الكوساين انفرس للاكس مثلا. خلينا نشوف كيف نشتغلها بشكل عام. هاي سهله ترى فكره، حتى اللي فوقيها هاي ملهاش، ما فيش داعي الاله الحاسبه، لو هاي شغلتها بس بسيطه. بتيجي انت اول شيء بتاخذ هذا اللي هون وبتسميه ثيتا مثلا. هاي ثيتا شو بتساوي؟ كوساين انفرس للاكس. هذا اللي جوا شو سميته؟ ثيتا، زاويه. طيب خذ هسه بتاخذ نفس هاي للطرفين، يعني باخذ هون كوساين وهون كوساين، اخذت هون كوساين وخذت هون كوساين، بتروح هاي مع هاي، هاي بتروح مع هاي. صفى عندي كوساين الثيتا شو بيساوي؟ اكس. اعمله على واحد انت وسوي مثلث. اتوقع كلكم تعرفوا انه الكوساين المجاور على الوتر، هذا مجاور وهذا وتر. حسب قاعده فيثاغورس لو سمينا هذا اللي هون واي، انا بدي هذا الواي لانه الاكس مجهول بيضل، فبده يصير عندك حسب قاعده فيثاغورس اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي واحد تربيع. اذا بصير عندي الواي تربيع شو بيساوي؟ واحد ناقص اكس تربيع. خذ جذر موجب طبعا لانه ضلع، هذا بيطلع موجب، فبناخذ جذر بصير عندي واي يساوي جذر واحد ناقص اكس تربيع. اذا هذا هو جذر واحد ناقص اكس تربيع. نرجع للسؤال، هاي كلها شو احنا فرضناها؟ الحمراء ثيتا شو فرض الكوساين انفرس ثيتا. اذا صار عندي المطلوب كوتان الثيتا، هذا هو المطلوب. بنرجع على المثلث، شو الكوتان بيساوي؟ التان المقابل على المجاور، الكوتان مقلوب التان، المجاور على المقابل، اكس على جذر واحد ناقص اكس تربيع. وهي نفس الشيء، يعني هاي لو عملت لها مثلث اريح لك، هي بس اللي بتغلب هاي. هذول بيجي سؤال زي هيك انه الساين برا ودائما رقم، وفي جوا، الجوا لو حط لك اكس مش سهله مش صعبه، حتى لو حط لك رقم اعملها على المثلث. يعطيكم العافيه، هيك بكون خلصنا شابتر زيرو. طبعا ما بغطي الماده كلها، بتقدر ترجع تراجع الدروس، بس هي اهم اشياء فيه. يعطيكم العافيه.